السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الشقاق ديال مدينة برشيد. بالنسبة للناس اللي كيفكروا يشريو شقق من مدينة برشيد، عندنا شقق صغار، مساحات ما بين 61 متر و 63 متر. عندنا هاد الشقة هادي فيها جبيل وصالون وحمام واحد السيجور. عندنا دو الحمام كبير، عندنا هذا هو هذا السيجور، قبل منه كاين هذا الباب ديال البسيط كتدخل كتلقى الحمام، وهذا يدك اليمنى. كاين هنايا هاد البيت الاول، هو هذا بيت مهوي عند الخرجم كيدخل البرد الشمس ديال الصباح. من هنايا تشوفوا لي سبوت في السقف، صباح خير. كنخرجوا من البيت الاول كنبقاو انفاس معنا هاد السيجور، هذا ها هو شاد من باب ديال الفصيل وغادي هنا، غادي طويل حتى الصالون انفاس مع الصالون. هنايا كاين الصالون، هذا هو الصالون مربع عنده سرجم حتى هو لي سبوت دافر دور رئيسي. هذا هو الصالون، ندخلو ليه. هذا هو الصالون كيف تشوفو، البيت مربع، الصالون مربع وانفاس معاه هاد السيجور هذا، والباب ديال الفصيل هو هذا، هاهو انفاس معاه المرح. كندورو هكا على هاد الباب اليمين من الصالون، كنلقاو لاكويزين هنا، وقبل منها كنلقاو هاد البيت هذا، البيت مشمش. دابا حنا كنصورو في العشية، هاد البيت مشمش، عندو سرجم على زنقة. اللون ديال الصالون مختلف على اليوش الاخرين، صباغة زرقاء. تشوفو الشميشة وجا جنبو لاكويزين، تا هو البيت بلاصة تي في. حنا كنخرجو كنلقاو هاد الكولوار الصغير، و اليمين ديالنا كاينة كوزين، هادي هي الكوزينة. هادي كاينة في الطابق الثاني، ثمن 33 مليون ونص. ثمن البيع الاخر هو 33 مليون ونص. عندو باركو هنايا مشمش، تجزئة القباج. كاين 63 متر و 61 متر و 66 متر. هادي لا كويزين كيبي، كاين فران، هدا هو الفران كيف كتشوفو، كاين فورنو، كاين باروت. عندها هاد باركو مشمش، هادي هي الكوزينة. هادي 33 مليون ونص ثمن البيع النهائي ديال الأبارتمون. مرحبا بالجميع.